FM. الكلمة ليك. فما مطالبة كبيرة وشعور من كل الأطراف أنه إعادة إعطاء أمل للتوانسة عن طريق الإصلاحات، وفي نفس الوقت فما ارتباك في يعني الشعور بقيمة هذه الإصلاحات، لأنه احنا نديو بالإصلاح والناس كل تنادي بالإصلاح، يهو بدينا نعمل في إصلاح في أهم يعني وأخطر ملف اللي هو ملف التعليم. إذن يعني المختبر الإصلاح بدأ بمشاركة الجميع. فما فرق بين أنك تطرح أسئلة على المنهجية وأنك تنقد المنهجية، وهذا أكيد، وإحنا معناها فما ندوات عديدة قاعدة تصير الآن حول منهجية الإصلاح المنظومة التربوية، وفما فرق بين التشكيك المطلق في العملية في حد ذاتها. والتشكيك هذا شنو يعمل؟ أولاً هو يصعب من عملية الإصلاح رغم إيماننا بها العملية هذه، وكذلك يزيد يزرع الشك لدى المواطنين والمواطنات. فأحنا محتاجين إلى تنقية الأجواء حقيقة في هذه المرحلة. صحيح. وإلى اعتبار أنه الإصلاح هو مهما يكون به أي ما يقوم به أي طرف، هو في نهاية الأمر في يعني إطار المصلحة العامة. الكلمة ليك.